ازيكم يا باشمهندسين؟ النهارده ان شاء الله هنبدا المحاضره الثانيه في برنامج الاوتوكاد. المره اللي فاتت اتعلمنا ازاي نرسم حاجات بسيطه على برنامج الاوتوكاد بشويه اوامر زي امر لاين وامر ريكتانجل وامر سيركل، وازاي نرسم خطوط الاجسات. طبعا هي دي مش اجسات، لان الاجسات كده كده بتبقى ما بيبقاش خط مستمر. فان شاء الله واحده واحده نبدا نرسم بطريقه احترافيه اكتر. النهارده عندنا رسمه اصعب شويه، هي الرسمة دي هنحاول إن شاء الله نقدر نرسمها بطريقة بسيطة، وهنستخدم فيها أوامر جديدة هتسهل علينا إن إحنا نرسم في وقت أقل وبطريقة أحسن بكتير. عشان ما أطولش عليكم يلا نبدأ. فتحت برنامج الأوتوكاد عادي، تمام. هشرح أول حاجة الفرق ما بين بولي لاين، البولي لاين واللاين. أنا لو عندي ريكتانجل كده وعندي ريكتانجل كده، الفرق ما بين دول ان ده لما بحدد عليه كده بيحدد معايا الشكل كله، انما لما بحدد على ده بيحدد خط واحد من خطوط الريكتانجل. فده الفرق ما بين البولي لاين واللاين. طب ده هيفيدني في ايه؟ هيفيدني بعد كده ان انا لازم اخلي كل الاعمده بتاعتي بولي لاين بالشكل ده. طب انا لو غلطت في مره والظهر قدامي ان الخطوط عندي كده كل خط لوحده، فبالتالي عندي هيبقى يسبب لي مشكله لما ادخل على برنامج السيف مش هيقراها، لان هو السيف مش فاهم العنصر اللي داخل له ده ايه بالظبط. حتى انت ظاهر قدامك ان هو عامل كونكشن، بس المشكله ان انت لما تحدد عليه هيظهر بالشكل اللي انت شايفه ده. فلازم كل حاجه تبقى بولي لاين زي كده، فهيبقى معظم شغلك بعد كده هيبقى بولي لاين. طيب احنا دلوقتي عندنا امر كمان هنستخدمه، وامر مهم جدا. انا طبعا هوريكم الرسمه اللي احنا ان شاء الله النهارده هنرسمها اهي. فالامر الرسمه دي فيها شويه تفاصيل، زي ان انا عندي عمود وعندي قاعدة مسلحة وعندي قاعدة عادية، والاتنين مقطوعين من جزء معين عشان السملات. طب انا عشان ارسم رسمة زي دي هحتاج شوية اوامر زيادة. ايه اللي هي الاوامر؟ اول امر عندي هو امر اوفست. امر اوفست ده امر جميل قوي ومهم وبينجز وقت، يعني مع الوقت هتلاقي نفسك بتستخدمه اكتر بكتير من امر كوبي. طب امر اوفست ده استخدمه او هيفيدني في ايه؟ هو امر اوفست اختصاره او اف. بص على الكوماند بار دايما، محتاج مني الديستانس. طب انا دلوقتي عاوز اخلي امر اوفست ده على مسافه نص متر. هو بيفيدني في ايه امر اوفست اصلا؟ بيفيدني ان انا دايما بخلي الخط على امتداده. يعني انا دلوقتي عندي خط زي ده هخليه على امتداده كده او كده. طيب اجيبها لكم بمثال بسيط. عندي لاين زي ده، انا عايز اخلي اللاين ده يتحرك مثلا يمين او شمال 5، فبقول امر اوفست الديستانس بتاعتي هتبقى 5، وبدوس انتر وبختار الاوبجكت بتاعي وبحركه 5، بحركه 5. طب ده هيفيدني في ايه؟ هيفيدني ان انا لو عندي اكسات على مسافات واحده هتقلل شويه في الوقت، بدل ما استخدم امر كوبي ان انا ادوس كوبي كده وابدا احط الديستانس بتاعتي، لا هو هيسهل عليا ان انا اخطأ ادوس واختار على طول. طب انا لو عندي الاجسام دي مسافاتها مختلفه، يعني مثلا ان الدايمنشن ده 5، سوري، انا عندي الدايمنشن دي 5. طب انا عايز اخلي الخط ده على امتداد شمال 6، اعملها ازاي؟ بامر اوفست برضو او اف، وبعد كده بختار الديستانس بتاعتي 6 انتر او مسطره، وبختار الاوبجكت وبحركه شمال او يمين في المسافه اللي انا عاوزها. طيب انا دلوقتي عايز طريقه اسرع شويه، بحيث لو انا عندي مسافات مختلفه، يعني المسافة دي على 5، عايز المسافة اللي بعدها على 6 بس بطريقة أسرع شوية. عندي هنا في الأوبسيت بيقول لي select the object to offer or exit or undo.
طب انا لو دوست على اكزيت هيطلع لي بره، طب انا ادوس على اكزيت هو كده كده الريكومنديشن اكزيت، فانا بدوس مسطره وبرجع ادوس مسطره تاني، فبيختار لي اخر امر اللي هو امر اوفست، بحدد اللي انا عاوزه اللي هو مثلا على مسافه 7 متر وبدوس انتر، بيقول لي اختار الاوبجكت. لو اخترت الاوبجكت كده هتبقى على مسافه 7، فبالتالي انا لو عندي المسافه اللي بعدها على 8 هقوم دايس مسطره واقوم دايس مسطره تاني واختار الديستانس اللي هي 8 انتر، واختار الاوبجكت بقت مسافه 8. فبالتالي سهلت عليا في رسومات الاجساد بعد كده ان انا هرسم الاجساد في وقت اقل بكتير، بدل ان انا اخد من ده اخده كوبي مثلا وافضل احرك فيه مثلا مسافه 8، فبالتالي هتسهل عليا. فامر اوفست امر مهم هنستخدمه كتير. طب هينفعني في ايه تاني امر اوفست؟ هينفعني ان انا لو عندي ريكتانجل مثلا، نجيب ريكتانجل او نجيب عمود مثلا، العمود ده انا لو عندي ريكتانجل، ثانيه واحده تمام شغال، انا لو عندي ريكتانجل زي ده عايز ارسم من الاوفست ده، ارسم منه من العمود ارسم منه القاعده المسلحه والقاعده العاديه كمان. طب اعملها ازاي؟ هنروح في اي قائمه، هنروح في الاوتوكاد فاضي كده وهرسم ريكتانجل زي ما وريتكم ريكتانجل، وبعد كده بدوس في اي مكان فاضي كليك شمال شيفت ات ياهو، بختار بوينت 4 حرف الواو بوينت 4، رسم لي العمود بتاعي. طب انا عاوز دلوقتي ارسم منه القاعده المسلحه، ارسمها ازاي؟ من امر برضو اوفست بختار الديستانس. نرجع بقى للنقطه دي، انا عندي دلوقتي ان العمود 40 في 40، القاعده المسلحه 2 في 2، طب فرق الاثنين من الاربعه 1.6، يعني انا عندي مساحه رفرفه 1.6 بتتقسم على محور اكس ومحور واي هتبقى 8 من 10. يبقى انا عندي مساحه رفرفه هنا 8 من 10، فبكتب هنا بوينت 8. بختار الاوبجكت، هنا بقى لما هاجي اختار هيحدد لي الشكل كله. لو عملت كده فبالتالي انا عملت القاعده المسلحه بتاعتي. طب انا دلوقتي لو عاوز اعمل من المسلحه العاديه، نروح للشكل تاني، القاعده العاديه عندي 2.80 وعندي القاعده المسلحه 2، الفرق 8 من 10 على محور اكس ومحور واي عشان عندي الرفرفه من جانبين هتبقى 4 من 10. بروح للشكل وبدوس اوفست، طبعا هو اخر شكل كان مختار كده كده، اخر اختيار عندي كان اوفست، بختار الديستانس اللي هي بوينت 4 وبحدد العمود ده سوري القاعده. فبالتالي انا رسمت القاعده العاديه، القاعده المسلحه والعمود كمان بامر اوفست في اجزاء من السنه. فامر اوفست امر مهم حلو جدا نستخدمه كتير. طبعا بدل ما افضل ارسم ريكتانجل واحط ريكتانجل جوه ريكتانجل، وخدوا بالكم من نقطه ان كده كده اصلا الجيومتريك واحد، يعني لما هيجي احدد كده طبعا ساعات بتعلق عندي، فبدوس ريجون ار اي بيبدا، لو رسمت لاين كده مثلا بيبص كلهم على الجيومتريك سنتر في العمود، فدي هتسهل عليا ان انا كده كده متاكد ان كله نفس نقطه البدايه اللي هي نقطه العمود، فهتسهل عليا كتير. طيب ده امر اوفست. عندي امر تاني مهم اسمه امر تريم. امر تريم ده بستخدمه لو انا دلوقتي عندي رسمه زي دي وعايز ارسم سيميلات، بس انتوا زي ما انتوا شايفين في قطع هنا والعمود والقاعده بيترسموا كاملين، بستخدم هنا امر تريم. طب بعمله ازاي؟ لو انا عندي بولي لاين زي كده وعايز، مش عايز اقطع الشكل كله، لان انا لو دوست الشكل كله هيتحدد معايا، بس انا مش عاوز اقطع الشكل كله، بستخدم في الحاله دي امر اسمه امر تريم تي ار، وبدوس مسطره
بيقول لي select الاوبجكت اور select all، فبدوس مسطره كمان عشان اختار select all، فيديني مساحه ان انا اقطع اللي انا عاوزه، ما يحكمنيش اقطع ايه بالظبط. وده هيسهل عليا كتير لما اجي ارسم السملات في الرسمه هنا، وفيش في قطع في السمل مع القاعده، فساعتها هقدر ارسم ده بسهوله. ده امر تريم. عندي امر كمان مهم هستخدمه، وهو امر اكستند. امر اكستند ده هو بالمعنى الحرفي امر امتداد. طب انا استخدمه ازاي؟ لو انا عندي مثلا خط زي ده، وعندي خط تاني زي ده، وعايز الخط ده يتمد على استقامه ده، طب بدل ما افضل اعمل كده واحدد واخد ده لحد الاخر، طب ما في طريقه تانيه اسهل، وهو امر اكستند اي اكس، وبدوس انتر او مسطره، بيقول لي سيلكت الاوبجكت اور سيلكت اول. لا خلاص انا عاوز سيلكت اول، فبدوس مسطره كمان وبضغط على كده، هو تلقائي اصلا البرنامج فاهم ان في جزء ناقص فبيكمله. فده برضو امر مهم جدا وهستخدمه. طيب انا عندي حاجه كمان، وهي مساحه الرفرفه. مساحه الرفرفه بتاعه القاعده العاديه هي سمك العاديه، يعني مثال انا عندي هنا دايما هتلاقي ان المساحه 2.82 فالرفرفه 40، هي سمك العاديه دي هي سمك الرفرفه بتاعه القاعده العاديه، فدايما هتلاقي ان الفرق ده هو سمك الرفرفه، هو الرفرفه من يمين وشمال القاعده، هو السمك القاعده، فهتلاقي ان القاعده هنا برضه اوريدي كده كده 40 سم القاعده العاديه. فبالتالي نقدر نرسم الشكل ده كده قدامنا بسهوله. نبدا نرسم. طيب يا باشمهندسين، احنا دلوقتي عايزين نرسم الرسمه اللي في الشكل ده قدامنا. انا عندي اول اكس على مسافة 7.5، تاني اكس على مسافة 7.5، تالت اكس على مسافة 7.5، وعندي هنا مسافات محور واي، سوري محور اكس، على مسافة 10 وعلى مسافة 10، فانا عاوز ارسم الشكل ده قدامي. طيب نروح نرسم. اول حاجة بستخدم امر اكس ال انتر في انتر، بس انا مش محتاج اللون الاحمر ومش محتاج السمك ده، طبعا انا هوريكم بعد كده ازاي ترسموا الاكسات ويكون سنتر لاين ويكون الخط مش كامل، بس ده ان شاء الله المحاضره الجايه. اكس ال انتر في انتر، رسمت اول اكس. عندي تاني اكس بقى على مسافه 7.5. طيب امر اوفست او اف انتر، بيقول لي حدد الديستانس على مسافه 7.5، باخد الاوبجكت اللي انا قدامي وبحركه على مسافة 7.5، بحركه على مسافة 7.5، فبالتالي انا رسمت الاكسات. عندي اكس 2 3 4، انا رسمت 3، اخد ده اوفست، احدد الديستانس 7.5، احدد الاوبجكت كده 7.5. طب انا دلوقتي رسمت الاكسات، عايز اكمل الاكسات بقى اللي على محور اكس. عندي على مسافة 10 اكس 2 3، فهرسم اول اكس عادي لاين عادي، اكس ال انتر، سوري اكس ال انتر اتش انتر، رسمت اول اكس، هاخد من الاكس ده اوفست 10، انا كده رسمت الاكسات اللي على محور اكس 1 2 3، 1 2 3. طيب عايز ابدا ارسم القاعده العاديه والمسلحه والكولومز بتاعته، العمود. طيب انا عندي العمود بوينت 4 في بوينت 4، نروح كده على جنب. ممكن نعمل هنا نخلي العمود بلون، ونعمل ار اي سي ريكتانجل، وبروح في اي مكان فاضي بضغط كده. لا ممكن نزود التخانه، ار اي سي، بضغط في اي مكان فاضي، بعد كده
at ياهو بوينت 4 حرف الواو بوينت 4. فانا رسمت العمود، عايز ارسم منه القاعده المسلحه زي ما وريتكم دلوقتي. نزود التخانه. طيب هنعمل اوفست او اف انتر، احدد الديستانس، نروح للشكل. انا عندي العمود 40 في 40 رسمته، عندي القاعده المسلحه 2 متر وهنا 2 متر. طب ال 2 متر من ال 40 1.6 على اكس وواي 8 من 10. فانا هو مدي على الديستانس هنا 0.8 وادوس انتر. سوري 0.5 ار اي واف انتر 0.8. هنا انا رسمت القاعده المسلحه. طب انا لو جيت عملت دايمنشن كده مليون في الميه هتطلع 2 متر 2. فعشان اتاكد ان هي صح، تمام هي 2 و2. طب انا عايز ارسم القاعده العاديه، من هنا هاخد رفرفه قد ايه؟ من الاثنين 82 4 من 10 اوفست الديستانس بتاعتي 0.4. بعد كده بختار الاوبجكت 0.4، نغير بس الالوان. طب انا دلوقتي رسمت الكولومز والفوتنج عندي، القاعده العاديه والقاعده المسلحه. طيب دي اللي بره دي القاعده العاديه واللي جوه القاعده المسلحه. هاخد الشكل ده، المفروض ان انا هاخده هحطه سي او كوبي، وباخده من السنتر للشكل عندي احطه هنا. لو الشكل رخم معاكم كده اقفلوا القرص. طب انا دلوقتي رسمت الاربع اعمده بالفوتنج بتوعهم. طب انا عايز اخد دول كوبي كلهم كده عشان انجز من جوه واحطهم في اللي فوقهم واحطهم في اللي فوقهم. طب انا كده خلاص رسمت الرسمه. طيب ناقصني ايه؟ ناقصني ان انا ارسم السملات. هنا هستخدم امر جديد وهو امر مالتي لاين. امر مالتي لاين هنا اشرحه لكم على جنب. هنا امر مالتي لاين هو امر بستخدمه لما بكون عاوز اعمل سملات او شدات وهكذا. طيب يا باشمهندسين، رجعت لكم تاني. هنرسم، هنتعلم ازاي امر جديد وهو ازاي نرسم السملات او شدات بامر اسمه مالتي لاين. امر مالتي لاين اختصاره ام ال انتر، نروح على طول على الكوماند بار. عايزه بيقول لي بالديستريبيوشن، سوري داستيفيكيشن، ولا عاوزه سكيل ولا عاوزه ستايل؟ لا انا عاوزه طبعا بسكيل. طب انت عاوز السكيل قد ايه؟ هو في الرسمه هنا قايل لي السكيل العمود 0.4 هو نفس سمك العمود، هيبقى 4 من 10 هيبقى 0.4. طبعا رفعت لكم الخط عشان يبان لانه ما كانش باين، فبالتالي انا هعرف ارسم مالتي لاين اهو، هعرف ارسم السملات بتاعه الشكل. طيب انا دلوقتي هروح للرسمه، هستخدم امر مالتي لاين، عايزه ستارت بوينت
عايزه justification ولا scale ولا style؟ لا هستختار scale ببوينت 4. طب هو بادئ منين؟ بادئ من القاعدة المسلحة من جوه. طيب انا القاعدة المسلحة ايه؟ scale بوينت 4. justification دي بقى بيقول لي انت عاوزه هتستخدم الخط ده من فوق ولا من الزيرو ولا من بوتوم؟ ازاي يعني؟ انا دلوقتي لو استخدمت من الزيرو هيبدأ معايا كده. طيب لو استخدمت من التوب، لو جيت دوست على السنتر ده مش هيجي معايا. كمثال مثلا عملت كده، بص ظهر لي ازاي. انا مش عاوزه كده، انا عاوزه يبقى في نص الشكل، فبالتالي انا هختار justification وهختار zero. طبعا هكرر الخطوة دي كتير. هو رايح لحاجة العمود؟ لا مش رايح لحاجة العمود. انا ممكن اعمل حركة كمان اسرع، ان انا اخد ده كوبي من نقطة معلومة، سوري، وافضل انقل فيه كده، فبالتالي هتسهل عليا. ناخد ده نقل justification zero، انا كده السكيل 4 ناخده من هنا ناخد ده كوبي. بس وانت بتاخد كوبي خده من نقطة معلومة عشان تعرف تحطه في المكان الصح. خلاص قربنا نخلص، نايس اللي جوه بس. طيب دلوقتي سوري ناقص اللي تحت. طيب دلوقتي انا خلصت. طب دلوقتي انا محتاج بقى اعمل تريمات عشان الشكل يظهر بنفس الاسلوب ده. هروح لامر تريم تي ار انتر انتر، وهبدا امسح اللي المفروض همسح الشكل دي وهمسح دي. تي ار انتر انتر همسح دي ودي وهمسح دي ودي. وهكذا هكرر ده كذا مرة. طبعا هقول لكم بعد كده اختصارات هتسهل برضو عليكم اللي انتوا
تقطعوه بطريقة أسرع. بس طبعا أنا هقول لكم دلوقتي اللي يخليكم تقدروا ترسموا. طيب يا باشمهندسين بقطع برضو في طريقة طبعا أسهل أهي، وهذا اللي أنا أقدر أنجز أكتر وقت. دي هتنجز معايا يعني أسرع شوية. طيب يا باشمهندسين أنا كده شبه خلصت، وكده رسمنا الرسمة دي وخلصناها وعرفنا أوامر جديدة. إن شاء الله برضو بكرة هنجيب رسمة أصعب شوية وهنستخدم فيها أوامر جديدة، وبحيث إن إحنا على ممكن يومين كمان ونكون مخلصين شغل الكاد خالص، ونبدأ بقى في الاستاتيكال سيستم الخاصة بالمنشآت، وإزاي تقدر ترسم لوحة وتعمل لوحة إنشائية وتعرف حدود المباني والسماحيات لكل أوضة، وإذا كانت الغرف أو إذا كانت الصالة بالمساحات والأبعاد، بحيث لو البلان المعماري جالك وفي مثلا مشكلة ان الابعاد مثلا الحيطة او ابعاد مثلا الحمام كانت اقل من 80 سنتي، ساعتها ترفض استلام اللوحة وتغير في ابعاد، ويتم تغيير ابعاد اللوحة دي من خلال اي اوضة مش ابعادها مش واضحة او ابعادها مش موجودة في الكود. فان شاء الله على بكرة هناخد اكزامبل اصعب شوية، بحيث ان احنا نقدر بعد كده ابدا اشرح لكم ازاي تعمل استاتيكال سيستم لمنشأ، وان شاء الله هيبقى اول ديزاين على فيلا سكنيه هتبقى دورين او 3 ادوار، هنعمل لها ديزاين كامل على برنامج السيف وبرنامج الاوتوكاد وبرنامج الاوتوكاد شوب دروينج، لان احنا هنفرد كمرات وهنفرد حديد للاسقف وللكمرات وللاعمده. فان شاء الله يعني اقدر اكون في التوكن النهارده، وبالتوفيق إن شاء الله على ميعادنا إن شاء الله غدا. باي باي.